بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم كفيف تقني، مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية في قطر. أهلا وسهلا بالجميع. سأقدم اليوم شرح في كيفية حجب الإعلانات من التطبيقات ومن المتصفحات عن طريق تطبيق ويبلوك على الآيفون. ادخل على التطبيق، تم الاختيار تسجيل الشرح، الموسيقى، صفحة 2 من 7، صفحة 5 من 7، صفحة 7 من 7. هذا هو التطبيق. Side menu. Zero. تمام. Filter. Settings. الآن Frequently Asked Settings. أضغط على Settings. Side menu. Zero. Settings. General. Enable if disabled. Installation. Local VPN. Wi-Fi only. Inactive. بعد Zero. ذلك أضغط على هذا العنصر Wi-Fi only. Local VPN. Wi-Fi only. Inactive. Wi-Fi only. Settings. Zero. الرجوع. تمام. Wi-Fi only. Status. Your URL. HTTP. WL. Is FJPTFK. JS. أقوم بنسخ هذا الرابط. Status. Your URL. HTTP. WL. Is FJPTFK. JS. طريقة النسخ، أضغط عليه مرتين بأصبع واحد. Content blocker enabled. تمام. الآن أنا settings. قمت بنسخ الرابط. الآن أذهب إلى إعدادات الآيفون. أريس الموس صفحة. Wallet. الإعدادات. الأعدادات، الشاشة الرئيسية، إلى الواي فاي، الأعدادات، السماح، سيري والبحث، البحث والاقتراحات، الأعدادات، عنوان، بحث، ألي لاوي، نمط الطيران، واي فاي، ألي لاوي، زر، أدخل على تم الاختيار، واي فاي، عنوان، الأعدادات، واي فاي، زر تبديل، تم الاختيار، ألي لاوي، شبك، المزيد من المعلومات، أدخل على المزيد من المعلومات الخاصة بالشبكة، المزيد، ألي لاوي، عنوان، واي فاي، بعد ذلك، جهاز التوجيه، 192 تشغيل، ملقم. تكوين الملقم إيقاف زر. هذا هو تكوين الملقم إيقاف زر. تكوين الملقم، أدخل عليه. حفظ معتم زر. تكوين الملقم ألي لاوي زر. الرجوع تم الاختيار إيقاف. هو افتراضيا محدد على إيقاف، أنا أحدد على تلقائي. يدويا تلقائي، أضغط على تلقائي. تم الاختيار تلقائي. تمام. الآن أنزل و URL. حقل النص، يظهر لي مربع للصق الرابط URL. أدخل على هذا المربع URL. حقل النصي، جارية التحرير، نمط الحرف، إدخال النقطة في البداية، وألصق الرابط هنا الذي قمت بنسخه. تحرير لصق HTTP WL is FJPDFKJS. خطاً أمد، تم الاختيار تلقائي يدوياً. الآن إيقاف. أضغط على ألي لاوي. تكوين الملقم حفظ حفظ. أضغط على حفظ حفظ ألي لاوي. عنوان. هذه الطريقة تنفع للواي فاي ولا تفيد للبيانات الخلوية. أستطيع حجب الإعلانات من التطبيقات ومن المتصفحات عن طريق هذا الرابط بالواي فاي. وإذا أردت إلغاء هذا الرابط، واي فاي، زر الرجوع، عدم احفظ الارتباط التلقائي، عنوان، تكوين، أدخل على تكوين الملقم تلقائي، زر تكوين الملقم مرة أخرى، حفظ معتم، ثم تكوين ألي لاوي، إيقاف، أضغط على إيقاف. تم الاختيار إيقاف ألي لاوي، تكوين الملقم حفظ. بعد ذلك أضغط على حفظ.